أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء السادس في هذه السلسلة العلمية المباركة أفلا تذكرون. سوف نتأمل اليوم حديثا نبويا عظيما تنبأ بضرر كبير من جراء استنشاق رائحة الخمر. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الخمر يشرب كالماء، وكان الناس يظنون أن هذا الخمر مفيد وليس منه أي ضرر، فما بالك بمجرد الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم هذه الحقائق العلمية الرائعة حقيقة. فقد يستغرب البعض لماذا يعني نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. يعني مثلا أنا لا أشرب الخمر، فما الذي يمنعني أن أجلس بالقرب من أناس يشربون الخمر؟ ما هو المانع؟ لماذا حرم ذلك بشدة؟ الحقيقة أنا سوف أتأمل معكم بعض الدراسات العلمية التي تثبت دقة وصدق هذا التشريع النبوي الكريم. طبعا أيها الأحبة، سلسلة من الأبحاث والدراسات العلمية نشرت مؤخرا تبين أن رائحة الخمر لا تقل ضررا عن الخمر نفسه، بل قد تكون أسوأ منه. لذلك نجد أن العلماء يحذرون من الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، لأن الرائحة المنبعثة والتي يستنشقها الإنسان تؤدي إلى أضرار جسيمة، ومنها هذه المادة المتبخرة تؤثر على الجملة العصبية للإنسان وتحدث اضطرابات في نظام عمل الدماغ. هذا أولا. ثانيا، البخار المتصاعد الذي لا نراه هي رائحة الخمر، من هذا الخمر، هذا البخار يؤثر على معدل دقات القلب وضغط الدم، ويؤدي إلى صداع واكتئاب، وقد يدخل الإنسان في غيبوبة إذا كانت الكمية المستنشقة كبيرة جدا. طبعا يمكن أن نقول أيها الأحبة، كما أن هناك تدخين سلبي، يعني أن تجلس مع مدخن من دون أن تدخن ستأخذ نفس الأضرار، على فكرة هذا يسمى تدخين سلبي، هناك شرب خمر سلبي أيضا وهو له آثار مدمرة، فالأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور لا تمس فقط شارب الخمر، بل من يجلس معه أيضا، لأن الاعتقاد في الماضي أيها الأحبة لمئات السنين كانوا يعتقدون أن الذي يجلس مع من يدخن أو مع من يشرب الخمر أنه لا يوجد أي ضرر منه، ولكن سبحان الله هناك دراسات سوف نستعرضها تبين بشكل يعني مذهل هذا الأثر. طبعا أيها الأحبة، الدراسة التي قام بها باحثون في بريطانيا عام 2016 في جامعة إدج هيل المعروفة، أثبتوا أن مجرد شم رائحة الكحول تجعلك ثملا يعني سكرانا، وتطور رغبة لدى الإنسان لشرب الخمر. سبحان الله، يعني لا تقول أنا أجلس في محل الخمور أو أعمل في محل بيع الخمور مثلا يعني، وهذا ليس محرما لأني أنا لا أتعاطى ولا أبيع
ولا آكل ثمن ولا ولا إلى آخر، مجرد جلوس. لا، العلم عام 2016 أثبت أنك بمجرد أن تستنشق هذه الرائحة، هذه الرائحة فيها مواد كيميائية غريبة أيها الأحبة، تدخل إلى الجملة العصبية وبخاصة الدماغ، تحفز مراكز في الدماغ، فتطور لدى الإنسان رغبة في شرب هذا الخمر. لذلك أيها الأحبة، القضية خطيرة جدا. هناك فتاوى للأسف صدرت تقول عكس هذا الكلام، تقول لا يوجد ضرر من أن تعمل في محل مثلا لبيع الخمور أو مطعم أو كذا أو كذا، الضرر سيأتي عليك، والعلم يثبت ذلك. نحن يعني لا نأتي بشيء من عند أنفسنا، هكذا يقول علماء بريطانيا. فمن أراد أن يصدق أهلا وسهلا، من لم يصدق النبي عليه الصلاة والسلام ليذهب إلى العلم الحديث ويبحث ويرى بنفسه. هذه الدراسة أيها الأحبة نصحت بضرورة الابتعاد عن أماكن شرب الخمر وبيع الخمر للحفاظ على سلامة القلب والدماغ. هذا طبعا أولا أيها الأحبة. طبعا أيها الأحبة، أنا لدي حديث عظيم جدا. هذا الحديث يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، والله والله يا أحبتي، الرحمة التي في قلب النبي تجاه البشر وغير البشر حتى، لا نستطيع أن نتخيل كم هي كبيرة، كم هذا النبي رحيم. لذلك عندما يعني قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، انظروا إلى هذا النبي كيف يخاطبنا في حديث رواه أحمد والدارمي عن جابر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أنت يا من تسمعني الآن، هل تؤمن بالله؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. نهي صريح واضح جلي تماما بين، لا لبس فيه لا ريب فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. نقول الآن أيها الأحبة، ألا يمثل هذا الحديث تطابقا مع الدراسة العلمية؟ الدراسة العلمية التي تقول لجامعة إدج هيل عام 2016، تقول بأن الذي يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر يتأثر، وهناك أضرار تصيب الدماغ والقلب والجملة العصبية، لأن هذه الروائح المنبعثة هي مواد كيميائية خطيرة تؤثر، بل تطور رغبة لدى الإنسان بشرب الخمر ليشرب الخمر، والنبي ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك. 1400 سنة ربما كنا نجهل السبب، ولكن نقول سمعنا وأطعنا. أما ونحن اليوم نعلم هذا السبب، يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم فعلا هذا النبي رحيم، ولا يعطينا أي حديث أو أي توجيه أو أي أمر نبوي إلا ومن ورائه حكمة. كل أمر أمر به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابد أن نجد فيه الخير، كل ما نهى عنه النبي لابد أن نجد فيه الضرر والشر. لذلك أيها الأحبة، سأعطيكم بعض الدراسات لكي نثبت هذا الأمر. ما الذي يجعل رائحة الخمر خطيرة جدا؟ لأن أخطر العناصر في الخمر هي العناصر الطيارة، هذه المركبات الكيميائية التي تتطاير، هذه تكون خطيرة.
وهي التي تؤثر. يعني أنا لدي هنا دراسة علمية حديثة تقول إن الخمر وتناول الخمر حتى بمعدلات قليلة تضعف أداء الدماغ أكثر مما كنا نعتقد في السابق، وبالفعل الذين يتناولون الخمر يكون أداء ذاكرتهم ودماغهم وقدرتهم على اتخاذ القرار أقل بشكل ملحوظ من أولئك الذين يمتنعون تماما عن شرب الخمر أو حتى مجرد استنشاق رائحة الخمر. العلماء قاموا، ماذا فعلوا؟ قاموا بفحص تأثير الكحول أو الخمر على بعض الوظائف المعقدة التي يعني يتمتع بها المخ، مثل التفكير، التخطيط، القدرة على مراقبة ردود الأفعال، الاستجابة لمؤثرات خارجية إلى آخره. وجدوا بالفعل أن هناك مناطق في الدماغ تتأثر حتى بعد انخفاض نسبة تركيز الكحول في الدم إلى درجة لا يشعر بوجودها الشخص. سبحانك يا رب، يعني حتى أيها الأحبة، أنت شربت كأسا من الخمر وذهب مفعوله ولم تعد تشعر بأي شيء، سبحان الله، يبقى هذا الأثر في دماغك في مراكز مهمة جدا تتعلق بالتفكير واتخاذ القرار، وتحدث مشاكل حتى بعد انخفاض نسبة تركيز الكحول في الدم. سبحان الله، يعني ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ الذي يحدث، يعني دعوني أتأمل هذه الدراسة الغريبة فعلا، أنهم قاموا بإعطاء مجموعة للأشخاص عصير برتقال، مجموعة أخرى تعاطت مشروبات غير كحولية، ومجموعة تناولت مزيج من الكحول أو الخمر مع عصير البرتقال. صنعوا عدة مجموعات ليرصدوا التغيرات التي تحدث. طبعا هذه الدراسة قامت بها يعني جامعة ماجيل في مونتريال بكندا، والبروفيسور روبرت بيل هو الذي قاد فريق البحث. هذا البروفيسور يقول أيها الأحبة بالحرف الواحد، إن نتائج الدراسة تحمل معاني خطيرة بالنسبة لعدد من الأنشطة مثل قيادة السيارات. يعني لا تظن أنك عندما تشرب الخمر حتى في اليوم الثاني أو الثالث أنت لست بمأمن من مخاطره. يقول هذا البروفيسور إن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد انتظروا في أماكنهم بعد تعاطي الكحول لمدة ساعتين قبل قيادة السيارة مثلا، قد يحتاجون في الحقيقة إلى 6 ساعات وربما أكثر، لأن هذا الخمر يعطل مراكز مهمة تتعلق بالقيادة والتحكم واتخاذ القرار وردود الأفعال. يعني قد تجد شخص يقود سيارة ويمر من أمامه شخص آخر أو طفل أو امرأة ودماغه لا يستطيع، وهو يرى، ودماغه لا يستطيع أن يقوم برد فعل مناسب ليأخذ مثلا احتياطا يمينا أو يسارا أو يتوقف. إذن الخمر أيها الأحبة، وكذلك المخدرات، لها نفس الأثر المدمر، تبقى آثارها لفترة طويلة ربما لأيام. لذلك أيها الأحبة، هذا الموضوع يعني خطير جدا. لذلك يقول هذا البروفيسور، متعاطي الكحول في مرحلة استعادة الوعي، عندما يستعيد وعيه، من المحتمل أن يكون أكثر خطرا عند قيادته لمركبته من ذلك الشخص الذي لا يتعاطى الخمر نهائيا. سبحان الله، يعني هناك أضرار خفية تبقى
كامنة في داخلك حتى بعد ساعات أو ربما أقول أيام أيها الأحبة، لأن هذا الخمر الأثر لا يقتصر على مجرد تخدير أو إحداث فوضى في الدماغ مؤقتة، لا أبدا، هناك آثار دائمة يتركها على خلايا محددة، مناطق محددة في الدماغ، تجعل سرعة الاستجابة لديك أضعف من الوضع الطبيعي. وهذا يظهر أين؟ في قيادة السيارات. لذلك نجد أن معظم الذين يتعاطون المخدرات أو الكحول، حتى لو لم يكن في هذا اليوم تعاطى أي شيء، هناك احتمال أن يقوم بحادث أو يرتكب حادث مدمر، احتمال كبير جدا. يعني مثال أيها الأحبة، الحكومة البريطانية مثلا ولديهم يشربون الخمر مثل الماء، وهم الذين جاءوا بهذه الدراسات، يعني سبحان الله، أطلقت الحكومة البريطانية حملة للحد من الآثار المدمرة لتناول الكحول وحتى مجرد استنشاقه. طبعا تبين أن معظم، دققوا معي أيها الأحبة، الجرائم في بريطانيا، هذا الكلام، معظم الجرائم، معظم الاعتداءات الجنسية، معظم حالات الاغتصاب، معظم الحوادث في جميع أنحاء البلاد سببها تعاطي الخمر، وهذه حقيقة مرة لا نسمعها في الإعلام. نظن أن مجرد أن الذي يشرب الخمر ويقود السيارة هو الذي يرتكب هذه الحوادث، لا، هذا خطأ. مجرد أنك تتعاطى الخمر حتى لو مضى أيام على تعاطيك، فإن هناك مراكز يضربها هذا الخمر، مراكز سرعة الاستجابة يضربها في دماغك، فتصبح معطلة وتصبح قدرتك على الاستجابة قليلة جدا. الإحصائيات أيها الأحبة تقول إن تناول الكحول هو السبب المباشر لأكثر من 1,200,000 حادث وعملية عنف، جرت هذه الإحصائية عام 2009 وفي دولة واحدة في بريطانيا. سبحانك يا رب، يعني دولة صغيرة على مستوى العالم، عدد سكانها عشرات الملايين، يحدث فيها خلال سنة 1,200,000 عملية عنف وحادث، بين عنف واغتصاب وحوادث سيارات، 1,200,000 خلال سنة. 1,200,000 أيها الأحبة سببها التناول المفرط للكحول، سبب هذه الحوادث. عمموا هذه النتيجة على مستوى العالم، ألا يجدر بنا نحن المسلمين أن نحمد الله كل يوم 1,000 مرة أنه عافانا من شر هذا الخمر؟ وهم ليس لديهم تعاليم تحرم الخمر عليهم، ولكن نحن، نبينا حرم علينا مجرد أن تقترب من الخمر، بل إنه لعن في الخمر 10 شاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها. يعني كل من يشارك في هذا الوباء المسمى الخمر شملته لعنة النبي صلى الله عليه وسلم ولعنة الله سبحانه وتعالى. الإحصائية أيها الأحبة أثبتت أن هذه في بريطانيا فقط، نحن نتحدث على منطقة فقط في العالم، أثبتت أن 22,000 شخص ماتوا مبكرا بسبب الإفراط في تناول الخمور، 17,000,000 يوم عمل ضاعت بسبب الكحول، هذا خلال عام 2009.
هذه الإحصائية تؤكد أن الإفراط في تناول الخمور يسبب خسائر تصل سنويا إلى أكثر من 20 مليار جنيه استرليني فقط في بريطانيا. طيب ماذا تريدون أكثر من ذلك أيها الأحبة لكي تمتنعوا عن تناول هذا الوباء؟ الله سبحانه وتعالى قبل 14 قرنا حذرنا وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لذلك أيها الأحبة لا أريد أن أطيل عليكم، الحديث طويل ويحتاج إلى لقاءات أخرى إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذه المنزلقات وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث